بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن 3 عمليات أو 3 خداع يجب على كل مستخدم لبرنامج PowerPoint إتقانها لتسهيل وتسريع العمل على البرنامج. سنبدأ أولا بالعملية الأولى، وهي العملية الخاصة بالنسخ، سواء كان نسخ الصور أو نسخ النص. كلنا نعلم أن عملية النسخ تتم من خلال عمل كوبي، ثم نقوم بعمل بيست لنسخ الشكل. ولكن يوجد طريقة أسهل للنسخ من خلال استخدام أزرار الكيبورد الكنترول مع شيفت. فنقوم بالضغط على الكيبورد على زر شيفت والكنترول بنفس الوقت، ثم نقوم بسحب الشكل أو النص أفقيا أو عموديا للحصول على نسخة عمل. ويمكننا أيضا تطبيق هذه العملية لعدة أشكال أو عدة عناصر في نفس الوقت. هنا سنختار الصورة مع النص من خلال الضغط على زر كنترول، ثم سنقوم بالضغط على شيفت مع كنترول في نفس الوقت وسحب الشكل مع النص. ثانيا سننتقل إلى كيفية الاختصار في الكتابة. دائما يوجد لدينا عدد من العبارات التي نكتبها بشكل دائم. في برنامج PowerPoint يمكننا عمل اختصارات لهذه العبارات، فلذلك نقوم بكتابة الاختصار، وتلقائيا يقوم البرنامج بتحويل الاختصار إلى العبارة أو الجملة التي نريد. مثلا إذا أردنا عمل اختصار لعبارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نذهب إلى فايل، ثم إلى Options، ثم نختار Autocorrect Options. هنا نكتب الاختصار الخاص بالعبارة. لو افترضنا أننا سنستخدم مثلا 3 أحرف للدلالة على هذه الجملة، سأستخدم باختصار حرف الراء المكرر 3 مرات، وهنا سنكتب الجملة التي سيتم استبدالها بالاختصار، ثم نضغط على Add ثم OK. سنرى الآن أنه خلال الكتابة، إذا أردنا كتابة عبارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سوف نقوم بكتابة الاختصار الذي هو تكرار 3 مرات لحرف الراء، ثم نضغط على سبيس، وتلقائيا سوف يكتب البرنامج العبارة التي نريد. في العملية الثالثة والأخيرة، لنفترض أن انتهينا من عمل العرض، ثم تذكرنا أنه يجب إضافة جملة أو إضافة صورة أو إضافة لوجو لكافة الشرائح دفعة واحدة. لذلك نقوم باختيار الصورة أو النص الذي نريد تكراره في كافة الشرائح، نقوم بعمل كات أو قص، ثم نذهب إلى فيو ونختار سلايد ماستر، ثم نقوم بعمل بيست أو عمل لاصق ل الصورة أو النص، ونختار المكان الذي سيتم عرض الصورة فيه في كافة الشرائح، ثم نضغط على Close Master View. وكما نرى فقد تم وضع اللوجو أو الشعار في كافة الشرائح دفعة واحدة. وأتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيدا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.